فعلا هذه مدة وحنا تنعيش هاد المرورة ديال هاد الأزمات ولكن والنزاعات اللي هي كانت تزعزع الكيان الرجوي، وكنا هادشي هذا تنعيشوه يوميا، إلا أن وصل الوقت وحان الوقت ديال الانتدابات، فما ما قديناش تكون عندنا السيولة المالية الكافية باش يمكن لنا نواجهوا هاد المصاعب ديال النزاعات. ف اليوم الأحكام هي نزلت علينا وجعلتنا يعني نقوم ونقولوا الواقع والحقيقة، لأنه الناس يتسناو هاد الميركاتو نديروا مثلا انتدابات. فالحكم ديال مابيدي، النزاع اللي عندنا مع مابيدي اللي القيمه ديالو تتوصل لواحد تقريبا 3 مليون درهم فاصله جوج، واللي يعني خصنا نحطوها، كان عطاونا مده ديال شهر باش نفوتها، ففات الشهر وما عندناش هاد السيولة المالية اللي يمكن لنا نديو بها هاد الحكم. فتحكم علينا بكل يعني اوتوماتيكمون بعدم دخول الى خوض الميركاتو والانتدابات، واكثر من ذلك واخطر من ذلك هو انه ما يمكنناش نلعبوا يعني الاطوار ديال الشامبيونز ليغ او اي منافسه يعني تورنوا في افريقيا او خارج افريقيا. هذا هو المعضله اللي تحطت علينا اليوم وزعزعت الكيان الرجوي، وهذه حقيقه صادمه للجميع. ولكن اللي هو عاوتاني اكثر هو انه تنتسناو كذلك النزاع اللي عندنا مع اوساغونا والفريق راجرز ديالو، اللي هو قيمة ديال تقريبا 5 مليون درهم و500. وكذلك كاين غاريدو اللي كذلك عندنا معاه 170 ألف يورو، فيمكن هي تقريبا واحد 2 مليون ديال الدرهم، ولا جمعتيها تشي راه تعطي هذا المبلغ اللي تكلمنا عليه في الأول. هل